غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. سلام ونعمة. سلام. سعادة الدكتور لوكوموس مكاري توادرس. مين معايا؟ مع حضرتك أبو مريم من أمريكا يا فندم. ما هي مرايز؟ أحد في الأنبا مرقص في موضوع عصمة الكتاب المقدس، فقال لحضرتك أنت الوحيد ببصرية اللي أنت عندك قدرة في ناظر في عصمة الكتاب المقدس، وحضرتك معاك دكتوراه في اللاهوت. لا أنا مش أنا الحين. لا طبعا أنا صغير خالص، كلهم أساتذتي كلهم أبائي وعلمهم طيب. طيب سعادة الدكتور مكاري، أساسا يعني حضرتك أنا اتصلت بالأساقفة تقريبا معظمهم، وممكن أقول لك الأسماء، ما في حد عندي استعداد. الأنبا مرقص لسه مكلمه الآن، قال لي الوحيد اللي ممكن قادر في هذا الموضوع لأنه متخصص هو الدكتور القمص مكاري تاودوس. بس أنا ما بحبش أعمل مناظرات تليفونية أبدا، لأن دي تعليمات البابا شنودة من زمان وأنا ملتزم بهذا الكلام. اللي عايز يناظرنا اتفضل يجي ينورنا في الكنائس، واحنا يعني تحت امره في اي اسئله. طيب حضرتك اساسا الموضوع ده اساسا غير مسموح به حتى من بابا، تستطيع تعمل مناظره الا موافقه البابا عليها، وانت قلت الكلام دلوقتي البابا شنودة ودلوقتي البابا تودرس، يعني ما فيش مناظره من اساسه. ماشي، ممكن اسالك سؤال حضرتك الكتاب المقدس؟ لا حضرتك مش فاهم الكلام. لان انتوا بتستقطعوا كلامنا وتاخدوا جمل وبتعملوا يعني الاستقطاعات اللي انتوا عايزينها وبتبردوا. كلام جميل، كلام جميل. يعني حضرتك ممتاز، يعني حضرتك عارف مين اللي معاك في التليفون عشان كده مش عاوز تجاوب. سعادتك مين اللي معاك في التليفون عشان كده مش عاوز تجاوب. سعادتك الان على الهواء مباشره، هقطع ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، انت الان على انا عارف معايا. انا بكلمك، ماشي. انا بكلم حضرتك في نظريه صحيحه. طيب. الكلام في التليفون بيستقطع. طيب. وبعد كده بياخد الجمل. ارد على حضرتك انا، ارد على حضرتك مقطوره وجمل يا ماشي ماشي. انا هرد عليك، انا هرد عليك. هزار ومهواش جد خالص يا حضرتك، على محمل العلمي يا حضرتك. يعني نقعد مع بعضنا ونتكلم، الوضع مختلف جدا. طيب اسمعني حضرتك، لو تكرمت اسمعني حضرتك الان على الهواء مباشره. انا هقطع ازاي؟ انا اسمي وسام عبد الله، وانا حضرتك بتصل بالكنيسه من 10 سنين. حضرتك على الهواء او ايوه انت على الهواء. انت بتقول انا على الهواء. ايوه ما اعرفش انا على الهواء يا حضره الفاضل. انا بقول لك انت مش عاوز ترد، انت عارف انا مين. انا حضرتك اتصلت حتى بالبابا تهدرس 3 مرات. انا بقول لك انت على الهواء مباشره في غرفه الحوار الاسلامي. هقطع الكلام ازاي حضرتك؟ جميع الكتب متاحه لحضرتك. هقطع. شفت بقى؟ شفت حضرتك بقى بطريقه التليفون دي؟ شفت. احنا شفنا يا مسعود. انت عاوز تهرب بس حضرتك، انت عاوز تهرب. انت لايف، انت يا حضره الدكتور، انت لايف، انت لايف، لايف. الناس بتسمعك مباشر. الكتاب المقدس احنا مش عايزين نجرح في بعضنا. ما حدش يجيش حضرتك يا حضره الفاضل. انا ما بجرحش فيك، انت راجل متخصص ومعاك دكتوراه في اللاهوت، وبسالك بكل ادب. قفل التليفون. اتفضلوا حضرتك، اتفضل. حضرتك انت قفلت التليفون ليه؟ انت حضرتك بتتكلم وانا بتكلم يا حضره الفاضل، انت على الهواء مباشره الان. حضرتك اسمع اللي انا بقوله. اتفضل. ثم بعد كده حضرتك لو عايز تتكلم بقصه ثانيه اتفضل. احنا في مصر مسيحيين ومسلمين، بتسال فيها كلام من القران وفيها كلام من هنا، وما ينفعش ان احنا نجرح في بعض. خلاص حضرتك خلاص، عندنا بروتوكول عشان خلاص المشتركه. اما حضرتك قاعد في امريكا وعايز توقع المصريين في بعض، ده فيلم هندي بقى، ده فيلم هندي. اولا انتم بتسبوا في الاسلام والمسلمين. الان ده بشوي اللي مات ده كان بيقول دي بلدنا واحنا مضيفينكم عندكم، فما تقوليش الفيلم الهندي ده، وده الكنيسه كلها بتؤمن بهذا الكلام. اسوأ ناس. قفل التليفون. ادي المستعدين للكرازه. انا مالهم للسياسه،
انا مالي ومال السياسه. والله انا بضحك الوقت ضحك الان. ثواني بس كده دقيقه واحده كده. شوفوا يا اخوه الكرام، كان معانا على الهواء مباشره الدكتور القمص مكاري توادرس، حاصل على درجه الدكتوراه في اللاهوت والمتخصص في عصمه الكتاب المقدس. اتفضل هرب. دقيقه حضراتكم، ثواني بس كده، دقيقه واحده حضراتكم، ثواني. تفضل حضرتك، تفضل. كنت بحاول اتصل على الانبا مرقص، ثواني يا حضراتكم. هذا الرقم اللي سبحان الله اللي بيقول لي ده اللي يفهم. هرب هرب. ايه اللي دخل السياسه؟ ايه اللي دخل السياسه بالكلام؟ نجرح اللي نجرح في بعض دي. ايه اللي في الهند اللي انت بتقول ده؟ مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله اكبر كبير كل قدر. باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.